اهلا بانطوني، اهلا اهلا فيك بملحمة الضيعة، ملحمة البيروتي. جيت على لحمة بلدية، معزة، غنم، بقر. فوت تنضيفك شي، تفضل فوت. ملحمة صار لها 25 سنة، بيي له 25 50 وانا صرمت من بعده، والكفتة بعدها على السطور على الطبيعة بعد ما بشتغل، والذبح بعده هون بالضيعة، الذبح كله بلدي. وهذا اللي صاير معنا. هلا بتشوفني كيف راح اعمل لك الكفتة. الكفتة بدها تكون بصلة وبقدونسي وبهاريتها، مش معمولة على المكنة النية تما تعمل زوم، تدلها تقرش طيبة. والكفتة نحن بنعملها معزة، المعزة أطيب شيء للنية. نحن عنا بيحبوا غنم وبقر أكتر شيء، والمعزة للنية. المعزة ما بتنشوى، بيحبوا الشوي، الشوي بيكون غنم اجمالا، والبقر لانه بلدي وصغير كمان عم يمشي شوي، والمعزه للنيه كمان كثير تنطلب ني. نحن كل جمعه بنفتح، ما فينا نسكر لانه الزبونات اللي بيجوا من بيروت، بيجوا من بعيد، يعني من اجمالا جبال قدما، نموره، تبرجه، وبيروت ما فينا اليوم نقول لهم ايه يوم نقول لهم لا، وهيك اللي بده يجي بده يلاقي لحمه على طول. نحن على طول عم نذبح، على طول الذبح ماشي، واكيد بيقصدوا من تحت لانه بلدي، لما بدنا يكون في هون مثل تحت بدلوا تحت. معزه هو معزه صغيره، نحن بنذبح سوعير صغيره يعني تيطلع كثير طرايا وطيبين، وهودي معزه. هلا هولي بقر، هولي عجل كامل، يعني نحن فينا مش نتبع عجل كامل، ما فينا نتبع شقفة وهيك، لا بدنا نجيب عجل كامل. هي عجل هون كله، هاي اللحمة بعدها سخنة، هذا فخده، فخد اجرين، هو ايدين، هذا ظهره كاستاليتا، هذا لوازق بينعمل كبة نية، كبة بقر، وهذا لوازق، وهي كاستاليتا، وهي الرقبة. يا اهلا فيك، هيوج. هذا معلق عجل، هاي الاصبع عجل، هاي القلب، هاي الفشة. اهلا وسهلا فيك. هذا بنسميه جدي، نحن جدي يعني صغير، مش تايس، تايس ما بيتاكل، بيطلع قاسي، بيطلع لحمه احمر، نحن بنسميه جدي. هيدا نحن اكثر شيء هون بحبوه عنا، احد كلهم بيطلعوا، اصلا اولاد الضيعه بيطلعوا، اولاد غبالي بيطلعوا هون عنا، كلهم اكلت لحمه، بيتكلوا على اللحمه، لو غليت ولو شو ما صار بدهم ياكلوا لحمه. فمن هيك بعدنا عم نذبح عادي، وبعد الذبح ماشي طبيعي. نشرب كاس عرق، انا شايل العرقات، الكركب من عنا، والعنب من عنا، وكل شيء من عنا. بدك تشرب كاس عرق ولقمة نية من الجدي، من السعور. هي قلت لك جدي. هول العرقات متلتين، وعرق بلدي. هلا صورتك بتطلع باثنين. انا اسمي إلي فريم، الاسم التذكرة، بس الكنوه بيروتي، بي كنوته بيروتي بس الكنوه غالب العائله. بي عمره 85 سنه، بعده بيشرب اني قالون عرق كل يوم، بعده بيشرب بياكل كيلو دهنه، بعده صحته احسن مني، انا ما في اذبح، هو اللي بيذبح، انا ما بقدر اذبح مثله. وهو اللي بيروح بيشتري وبيجلب وبيقضي نهاره بالجرد اني اتعرق، وبجيب العجل بيذبحه. انا مدني قفي اعمل مثله، هو عمره 85 سنه او اقوى مني. هيك بنقضيها كل يوم، بدنا نحط كاس، بدنا نذبح، نحط العرقات، وبدنا نغني. احلى شيء نحن اذا ما غنينا ونظمنا شعر هون بغبالي، فيها كثير شعار. نحن عندنا الشعر والكلمه هي اهم شيء، وانا احب نسمع كمان شيء. يلا سمعنا. يا محطة الإبداع والتطوير، عليتي على جبين المجد قامي، وفضلك على العالم
وعي بكير وبتسهري عطول ما تنامي عشاشتك شفنا نبوغ كبير من قلب طفل ومن فكر نامي اسمعنا الصلاة والوعظ والتبشير وعينا عقصة مجدك السامي وما ضل في شاشات للتعبير تعلى على عملاقة القامي بالفن بالفكر بالتصوير بالعبقرية بالكرم بالجود بإخلاصك بصدقك الإعلامي أطيب شيء المعزة معلية الغنم وهيك كان فحطان غدا ولا بلا احنا مثل البونبوني. اهلا وسهلا فيكم وكيسك وكيس الشباب يعطيكم العافية الله يقويكم وبدنا نشوفكم غير مرة بالزيارة على ليل ما نقل ولا على رأي